اليوم، شكرا كذلك للحضور الكريم. إذن أعتقد أننا قادرين نحاول نكون نحددوا بشكل أسهل في الشروط الأساسية، لأن المشروع واضح ويحتاج مزيد من الشروحات أو التوضيحات. إذن في الكل ديالي ربما بشكل ربما تقني، أعتقد أن بالنسبة للديباجة ديال أي قانون أساسي ليس مطلوبا إدراج تاريخ ديال تاريخ تأسيس ديباجة، لأن هذه مسألة متجاوزة. بالنسبة للباب الثاني فيما يخص الأهداف والوسائل، لأن غادي نتحدثوا على الفصل عفوا، الهدف الثاني هو الارتقاء الجمعية إلى مستوى مؤسساتي مستقل وفعال في تدخلتها إلى جانب السلطة المصرية. أعتقد أن هذا هدف خاص لا يمكن تضمينه في الأهداف لا في القانون الأساسي. إذن الارتقاء الجمعية إلى مستوى مؤسساتي هذا ربما سيكون في مخطط فخطة العمل للجمعية أو في مخطط استراتيجي، لأن هذا هدف خاص ما يمكنش ندرجوه في الأهداف اللي كتكون في القانون الأساسي، لأن مثلا كنتحدثوا على الأهداف لا أهم. بالنسبة للهدف الآخر المساهمة في تفعيل ورقتين العمل الجمعوي والارتقاء به، إذا نحن نتحدث هنا عن تفعيل العمل الجمعوي كيف ما نتحدث عن تأطير المتدخلين والفاعلين التنمويين بمعنى كجمعيات أو كمتدخلين آخر. إذا يكون هذا الشكل المتدخلين والفاعلين التنمويين يكون أصغر. الفصل الأول فيما يخص العضوية، تتكون الجمعية من أعضاء عاديين وأعضاء شرفيين وأعضاء محسنين، أعضاء محسنين لأن لا يكونون ضمن عضوية الجمعية، لأن غادي يكون عندنا واحد الخطأ ولا واحد التعارض اللي كنتحدثوا عليها تمنح له هذه العضو بالنسبة للعضو الشرفي، تمنح له هذه الصفة من طرف الكوميتي التنفيذي لتقرير الخدمات الجديدة التي قدمها الجمعية سواء كانت مادية أو معنوية، ويدخل في الغالب في عضوية مجلس إداري ويعتبر عضوا لاحقا. كان كذلك بالنسبة للفصل الثاني، يتولى الجمعيان ما يلي: تصديق على التقرير المالي والأدبي، ويختلف على التقرير المادي إذا كان عندنا محافظ، إحنا ما عندناش قرار أساسي محافظ. كاين التقرير المادي بحالة إذا كان عندنا محافظ، إحنا ما عندناش محافظ في هذا. كاين كذلك واحد المرحلة أخرى، الفصل الرابع الجزء الإداري، انتخاب المكتب من بين أعضائه خلال الجمع العام الآتي. هي العكس، الجمع العام الذي يكون عندنا كل سنة، الجمع العام لانتخابه. انتخابي كيكون كل ثلاث سنوات. إذا خدينا بهذا السياق انتخاب المكتب من بين خلال الجمع العام الآتي، بمعنى أن كل سنة كنجددوا المكتب. واضح؟ من خلال الجمع العام الانتخابي. إذا بالنسبة لواحد المرحلة كنسبقات، بالنسبة لتدليل أي قانون أساسي بتوقيع ديال الكافي الآن يمين يسار غير ذلك، ليس بالضرورة أن الكافي الآن يوقع القانون الأساسي، ماشي ضروري، لا عرف. المهم الذي يتحمل المسؤولية هو الرئيس، لأن حتى اللي كان يحضر الملفات الإدارية ديال الجمعية، شكون اللي كيصح الإمضاء ديالو، راه اللي ضروري هو الرئيس، لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية. فين كنتحدثوا على أن الكافي الآن يجب أن يوقع اي وثيقة ديال الجمعية، لكن شي قرار او تقرير، واش تقرير تفهم هذا الشيء.